بوات يا شباب، لانه راسه مقطوع راح اخذ راسه وركبها. السلام عليكم شباب، رجعت لكم بحلقة جديدة. تقريبا يا شباب قبل شهرين شاهدنا معاكم الوجه المسلوق، نسميه الوجه المسلوق The Boiled One. وهذا الأسبوع يا شباب المطور نفسه نزل حلقة جديدة مثل ما أنتم شايفين يا شباب، مدتها 13 دقيقة، راح نشاهدها معاكم إن شاء الله. وطبعا أنا اليوم أسوي رياكشن على هذا الفيديو بناء على طلب أحد المتابعين. مصر أني أسوي رياكشن حق أنالوجات. طبعا في القناة تقريبا الآن في 7 أنالوجات في القناة. طبعا اللي ما يعرف يعني وش هو أنالوج، لأن في أشخاص بيقعد يسألوا يوسف هل هذا الشيء حقيقي؟ لا مو حقيقي. الأنالوج يا شباب هو عبارة عن فيديوهات مصورة بكاميرا، ومن خلال برامج المونتاج يروحوا يخلوا فلتر معين كأن الفيديو قديم وحركات معينة. يعني بالله عليك هذا الوجه هذا حقيقي؟ مرسوم بالورقة والقلم وملصوق في وجهه، في وجه ايد، ما في حتى حاجة اسمها CGI، ما في جرافيكس، رسم بالورق فوتوشوب. فلا هو شيء حقيقي ولا هو مقتبس من قصة حقيقية، كل شيء خراط يا شباب. فاحنا نشاهد هذه المقاطع فقط للمتعة، يعني حالها حال لما انت تجي تشاهد مصارعة. احنا نعرف انه تمثيل، بس لان الحركات حلوة في بعض الحركات صعبة نستمتع لما نشوف الحركات الصعبة. وايضا سيناريو القتال من هو اللي يفوز وايش يصير في الحوارات، هذا شيء فيه ناس يستمتعوا فيه مع انهم يدروا انه تمثيل. فنفس الشيء يا شباب هذا الشيء ما هو صحيح، عشان في اشخاص يمكن بعدين يقولوا يوسف انا خفت ما اعرف ايش، لا تشاهد وريح نفسك يعني اذا تتخاف من هذه الحاجات. بس بشكل عام احس في مقطع اليوم يا شباب ما في حاجات تخوف قد ما انه في كلام وتفاصيل كثير، لان عنوان الحلقة مكتوب خلاصة الغرابة، يعني يمكن بيشرح لنا وش الشيء الغريب في ابو الراس المسلوق. شباب اهم حاجة الان اذا انت جديد على القناة اشترك وتأكد انك مفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وفجرها باللايك طبعا، وخلونا نبدأ. اوكي طبعا انا يا شباب هذا الفيديو شفته، هذا شكلي ما شفته، نبدأ من هذا يا شباب بعدين بنروح الى هذا. اوكي هلا والله شي بالله عليك. يضحك والله، جايب ورقة كذا وقاعد يرفعها بيده. المهم ادوها ابو الوجه المسلوق، شفتك يا شباب ورقة، هذا هو؟ هذا هو ذا بويلد وات؟ اوه هذا يا شباب ترى هو نفس اللي صمم هذه الفكره. What is that? انه هو يراك. وال عند عند الدمية حق بويلد 1. Introducing the Boiled One plushie. Customers are raving. I bought it before I wanted it, and it arrived before I. I bought it. What? إعلان ده طبعاً يا شباب حق الدمية. يقول. يضحك يا شباب، هذا احد الزباين اللي شرى الدمية. زين يقول شريتها قبل ما أحتاجها، وهي وصلت قبل ما أنا أشتريها. كيف؟ وقيم الدمية 5 نجوم. واو بعدين صار في المستشفى شكرا اللي شراها. cool deserving with the boiled one plushie. Punishable actions include breathing too loud, killing one stone with two birds, complaining about torture, being from a country, licking your fingers to turn the pages of a book, doctor tested and approved. There are so many things you can do with your boiled one plushie. Things you should do with your boiled one plushie include feed it. It's all well ياكل بعد. من الاشياء اللي انت تقدر تسويها مع الدمية انك تاكلها. بول تحب اللحم. It's always famished. Purchase it. Here are some things you shouldn't do with your boiled one plushie. بول في اشياء لازم انت ما تسويها مع البويلد 1. Look at it. ما تطالع فيه. Just stomach cavity. Make promises to it. Enjoy it. Decipher its messages. Let it fly your helicopter. It can't do that. Its pilot's license was suspended in 1962. Boil it. It's already boiled. Why waste your time? Be in its presence alone. Purchase it. We've been getting a lot of questions and concerns regarding the boiled one plushie. The boiled one plushie. Order now. Oh my god. Do it for the. سويها من أجل ما أدري وإيش. المهم هذا كان إعلان يا شباب حق البويلد ون، بصراحة ضحكني. وحطوا لنا تحذيرات إنك ما تسويها مع البويلد ون. المهم الآن خلونا يا شباب نبدأ مع الفيديو الجديد. هذا البويلد ون. Presents the Oddity Compendium, a beginner's anomaly education program.
اوكي مرحبا في الخلاصه الوافيه. اوكي فيديو تعليمي حق The Boiled One يا شباب. Today we will يا شباب اقراوا ها خلينا نحط التاج. اليوم سنتعرف على العديد من الروابط الرائعه والغريبه الموجوده يجب ان تصل ظواهر غريبه الى اي مكان من تنشرك. What will we learn today؟ اليوم وش بنتعلم؟ يقول سريرك بالمحتمل انه يكون جوعان. كاتيجوريز لحم او فوضى. What؟ يسخر يا شباب. يا شباب هذا الكائن اللي شفتوه من شوي يقول لك يقول لك هو يكون في المخدة يبدأ يكبر 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 زي الفيروس. هو يعني زي الحشرة الصغيرة. تبدأ تكتشف جلدك عن العديد من الأعضاء الرخوة مثل زواد الرأس البشري. أوكي ومجرد أنها تكتشف أوكي يقول لك هذا الشيء تم اكتشافه. زين نرجع ونقول هذا الشيء مو حقيقي يا شباب، تأليف كلام مؤلف. المهم شركة مراتب تقوم بمسح وتخزين الزائد عندما عثرت على العديد. أوكي شركة مراتب يعني طبعا له كنب، مخدات، أسرة، تخزن حاجات زايدة وتحطها في أماكن. هذه الشركة عثرت على أشياء كثير موجودة في المراتب المخزنة هذه غريبة. حتى الألواح الخشبية كانت فيها مشاكل زي الملوثة يعني، لكن الناس باعوها شكلهم. المرتبة في البداية لم يكن لديها أي مشاكل مع الموتى ولم يكن الأمر كذلك. الشركة يا شباب باعت المراتب هذه المخزنة بحكم أنها مخزنة ومحفوظة في مكان آمن. يقولك يلا خلينا نبيعها. المهم فهم باعوها، وهذا أحد الشخصيات المتضررة اللي شرت أحد المراتب، يعني خلينا نقول شرت مخدة وسرير وكذي. هذه عمرها بنت، عمرها 19 سنة. ليش في ضحك ما أدري؟ حتى تنام على جسد ميت. وات نامت على سرير واحد جسد ميت. أوه يمكن السرير اللي مخزن هو مخزن من قبل وبسبب شخص مات عليه، والشخص اللي مات عليه يمكن هو بسبب The Boiled One. شكلها كده اختفاء. وفجأة صار في اختفاء لهذه البنت، فاتصلت على عائلتها بالسلطات. في طفيليات في المنام. اوه ماي جاد صارت دام هنا كلها طفيليات يا شباب مثل البيض ولكن ليس بنفس. اوكي عشان كده سموه The Boiled One يا شباب. الطفيليات يقول لك كان شكلها مثل البيض اللي موجودة على السرير او تحت السرير او في الخشب مثل ما انت شايفين. هذا هو السرير كده وهي نايمة، هذا الراس هنا، هذا جسمها. فهو الطفيليات هنا صايرة يا شباب تحت السرير او في الخشب. المهم الاشياء اللي موجودة يا شباب هي تقريبا طفيليات بس صايرة كانها بيض مسلوق مثل ما هو مكتوب مثل بيضة، لكن بنفس لكن مو بنفس الطعم. بعد الاستيقاظ فهم يفتحون انفسهم وات ادوهم يا شباب. بعد ما يقعدوا من النوم طفيليات يبدأوا يتحركوا. ويلي 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 ويحدث تحت جسمه. وات وات دقيقة الحين هذه الشخصية نايمة هنا. طلع الوحش طلع الوحش طلع 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 كان نفس بوزة زقارة بعد. كيكي ما شاء الله السي جي اي 10/10. بوم سحبها انا حساب سحبها اكلها. طفيل كبير والله اختفى. مسوي الحلقة يا شباب ترى كوميدية هو ترى ها not much. لا يعرف الكثير عن كيفية ظهور هذه الجميلات النائمة. وات هذه الشجرة، هذه الشجرة يا شباب اللي في الحلقة اللي طافت كأنها صح. والشجرة صايرة في جسم الإنسان لازقة فيه تندمج. اوكي يعني الطفيليات يا شباب تندمج في الإنسان تصير خلاص يا شباب. بعدين بعد ما ماتت الشخصية هذه اللي في السرير شرحوها يا شباب في المستشفى واكتشفوا
عينات من آلاف الأشخاص المختلفين. وال اكتشفوا أن في عينات في جسم الشخصية الميتة الجثة لأشخاص كثير مختلفين. دي إن إيه يعني متنوع في جسمها البنت، ما هي بنت ولا ولد اللي مات. طبعا هذا الشيء يقول لك بسبب أن المراتب تحتوي على حمض نووي ينتمي إلى البشر، فصارت عملية يعني صار مركب في السرير، فممنوع تنام على هذا السرير المفروض تشترك. What? All in all, it might be a good idea to throw out that mattress that feels just a bit too warm lately. You might be sharing it with something unwanted. Whoa! فضائي! فضائي يا شباب! هذا الفضائي اللي على السرير يكون. قال بالموضوع فضائي. المهم بالدف قليلا. Good night. Sleep tight and don't let the dead bite. What? ينكت! هذه الحلقة صارت تنكيتية واجد. اوكي، التعليم الثاني او الدرس الثاني يا شباب. العالم الكبير بلا رأس هو حقيقة فرعية متطابقة تقريبا. راح الى الشجرة الان. وال هذا يا شباب اللي في الحلقة اللي طافت اللي كان في الحمام. واو، هذه الجثة على الرغم انها ميتة من الناحية الفنية. يا شباب مصور فوق الصدح كأنه بيتهم ده اللي صمم اللعبة. شوفوا المكيفات. هو جرى سم الشخصية بس والله ما في اقدام بدون راس. هي بدون راس وتتنفس بشكل ضعيف من خلال الثقوب الموجوده في جسمها. قلوبهم ايضا تمت ملاحظه ان تبدا بالتشنج. صاروا يعيشوا. وال يقول لك يعيش 2393 انسان حيا يقيمون في هذه الارض. هذه الارض يا شباب فيها ذا بويلد ون. البويلد ون هم في الغابه هذه ينتشروا، صاروا يكونوا في البيوت. ايه، لان يا شباب اتوقع الخشب اللي موجود في الاسره من خلال الاشجار هذه، طبعا الاشجار يصنعوا منها الخشب، يمكن بسبب الاشجار هذه اللي هنا الملوثه متصله بالاسره اللي شفناها من شوي. البشر دول اللي مقطوعين الراس يا شباب صاروا يعيشوا في اماكن مهجوره، بيوت خربانه مثل ما انتم شايفين، مدرسه ما احد فيها. ويقعدوا. شوف الرسومات يا شباب كذا جه حاطها فوتوشوب ولصق واحد. تعي بعضكم يقولوا يوسف صحيح، ما فاهم عليكم كيف تصدقوا، كيف تصدقوا ان هذا صحيح. المهم كمل يوسف. اضحكوا وتصدقوا. وصاروا يبحثوا عن اكل. الاوقات الاكثر دفئا حقيقه ممتعه. وحده وش قال؟ اوكي، يقول لك احد الحقائق ان البشر صاروا يعطوا القاب لهذه الجثه اللي هي مقطوعه الراس مثل رافعه الجذع. تمزق مؤقت بين الاثنين. Upon reaching the house, the man unintentionally brushed up against one of the breathing bodies. Well, this body just before motionless. يقول لك في واحد من اللي يمتلكوا هذه الارض كان قاعد ينظف، والمهم قابل الشخص هذا اللي هو بدون راس واخذ جسمه مثل ما انتم شايفين، مسك راسه تقريبا قطعه. عاد الى وات. واو 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 يا شباب، لانه هو راسه مقطوع راح اخذ راسه وركبها. This is nonsense. والسلطات تكلمت ادوها يا شباب صار اطول، غطوا الراس. The face you are looking for no longer exists. ثبت راسه هو. يفهموا طلعوا دولة. What? What was left of Tedford's existence was removed from the premises and taken to an upscale anomaly testing site. Apparently, this corpse أدوها. Oh my god. Photoshop. Okay. حقيقة أخرى. في بعض الأحيان هياكل الفطريات.
As mentioned earlier, the headless macrocosm itself functions like a digestive tract of the universe, and these structures may be antibodies attempting to fight off the virus of non-existence. Now then, check your head. Screwed on tight. Great, because you might want to hang on tight to it for this. Oh my god! Next one! طبعا حاط فيس يا شباب في جسمه. حاط فيس فيس سعيد. الدرس الثالث الدرس الثالث يا شباب. Emergence المسألة. Also known as the Fathers of True North, they appear in groups of 1 to 8 and stand anywhere from 10 to 150 feet tall. وال صاروا يكونوا في احد ناطحات اللي يكونوا تقريبا حول البحار الجبال كذا يكونوا موجودين فيها دوها راسهم هذا طويل حده يعني هذا صاروا ينخشوا بهالطريقه. He's levitating just barely above the ground and facing geodetic north. لا في الصحراء حتى بعضهم صيروا يصيروا في البحار يتشكلوا صاروا في القمر. What? يا أخي يا شباب اليوتيوبر هذا والمصمم هذا أفكاره ما أدري من وين يجيبها. اتوقع هي احلام العصر شكلها. يرتفع بعاد الى اعلى الى السماء. شفت الخيط هذا يرتفع فوق زياده بالي ينفجر راسهم واللي يتقرب منهم يسحبوه عشان كذا هم يطولوا. اي شخص يتقرب يسحبوه. وال هذا اقرب صوره دي. هذول يا شباب يقول لك من زمن الاهرامات هم اصلا بعد دائما. وش فيك حزين؟ المعرفة اللانهائية ويبدو الآن أن عصرها. أوكي انتهى؟ لا لسه لسه المرحلة النهائية يا شباب. وات هذا هو الفيلوس ولا يعرف من أين أتى الفيلوس أو سبب وجوده هنا ولكن هذا الفيلوس من هو ذا الفيلوس بعد استهلاك الوسائط الاختياريه وفيلوس الاكراه الساحق هضم الكراسي بشكل صحيح مناقشه استهلاك الكرسي هذا ياكل الكراسي يعني هذا الوقت لنا بالنسبه لهذا الاجراء عمليه التسجيل القصيره وسوف تبدا الان هذه العمليه السمعيه البحث سيضمن لك الاجراء عدم الخروج من هذا بأي أمراض قد تصاب بها أثناء تجربة المشاهدة من فضلك أغمض عينيك ولا تفتحها قد يطلب منك ذلك. البويلد وان طلع بس شكله غير. Keep them closed. What? الآن تستطيع أن تفتح عينيك. طلع هذا اللي يتكلم. Thank you. شكرا لك على حضور مكتب دكتور نوير للعجائب. أوكي هذا دكتور طلع يا شباب اللي يتكلم. الدكتور هذا يا شباب عن حسابي يعني هو اليوتيوبر نفسه. هو بتنكر على البويلد وان. أمل أن تستمتع بإقامتك. Good bye. We love you. مع السلامة نحن نحبك. صراحة يا شباب الآن اللي شفتوه هذا كله هي حلقة واحدة قبل 6 أيام. أتوقع هو لسه بعد في عنده أفكار بينزل حلقة ثانية بس بشكل عام الحلقة كانت تضحك واجد يعني وأكيد طبعا في عنده حلقات جاية في المستقبل وممكن نفهم ونستوعب أشياء أكثر. أتمنى أنكم استمتعتوا يا شباب. أهم حاجة الآن تأكد تفعل جرس التنبيهات وادعس لايك في هذا المقطع ومع السلامة.